السلام عليكم، تحية نضالية جبل أخرار الأحرار، أخوتي أخواتي المغاربة المغربيات، أهلا وسهلا ومرحبا أزول وإلى آخره. نتمنى أنكم تكونوا في أحوال ما الأحوال ديالكم في أحسن ما يرام. إذا الموضوع ديالنا اليوم الخوت هو بيان سور غادي نهضروا على مسألة ديال رقم المعادلات ديال المناجم إيميدر ديرنييرمون، فهمتيني. وقبل ما نبداو كان كيف يعني الناس اللي تبعوا اللايف الاخر، يعني في الاخير خرجت ديك المساله ديال الناس باغيين هادو جمهوريين، فهمتيني، يدعون ان يريدون ما يسمى به ليس الدوله العلمانيه ولكن الدوله المدنيه، فهمتي. الدوله المدنيه انا غادي ندير لكم عليها حلقه ونتمنى يحضر فيها حتى القاضي قنديل. اجا السي القاضي قنديل تهضر واجي نتواجهوا فيما يسمى بالدولة المدنية ونشوفوا واش كاينة في شي بلاصة ولا شكون اللي صنعها أصلا هذه الدولة المدنية، ولا كاع هذوك اليوتيوبر اللي كيروجوا للدولة المدنية، فهمتيني. دونك ها هو لو لايف غادي يكون نهار 17 نوفمبر مع 7 ديال العشية. نتمنى يكون الحضور ديالكم، وراه بيان سور التليفون راه كيكون مطلق، اي واحد من حقه يجي يشارك وما نكرهوش يجيو الناس اللي كيدافعوا على هذا المشروع ديال الدوله المدنيه يجيو يهضروا لنا عليه، فهمتيني. وغادي نشوفوا واش فعلا هناك دوله مدنيه ولا ما كايناش ولا دونك، فهمتيني. والغريب في الامر هو قال لك سيدي دوله علمانيه باغينهم ها، ولكن على المذهب المالكي. علاش باش يحبسوا المد الشيعي والمد الوهابي؟ وانت الا بغيتي تحبس المد الوهابي بدا بالحج هو الاول، قول دوك المسلمين اللي عندك ما تبقاش في الحج، تخرج جمعوا الفلوس العام كامل وتصيفطوهم للبوميدا يجي ينكح لكم بناتكم وخواتاتكم، ها ولا لا؟ والعمرات العام كامل. والاسلام اليس هو المد الوهابي؟ ما عرفتش اخويا شي بعض المرات كيبانوا لي انا شي وحدين كيبقاو غير يدويو ما كيفكرش حتى في داكشي اللي كيقول، ما عرفتها كيبدا يلوح مصف جمله كيلوح فيها جوج مصطلحات متناقضه، واحد كيقولها طريق والاخر كيقولها طريق. اذا ما فيها باس اننا نراجعوا حتى هاد المسائل، راه سنين وحنا راه اكثر من 10 سنين حنا ندوي على العلمانيه والى اخره، ولكن كيبان لك اخويا راه باقي. وهذا هو احد الاسباب علاش وليت كنشوف انايا بان محمد السادس هو ما مسواقش الى لاحظتوا حتى لنا لهنا ناض كيتحرك كيدير زعما ديك اللعبه ديال شي حاجه، فهمتيني. وخارج هو وزير العدل انه باغي يصلح مساله ديال اللي ولد شي ولد خاصو ينفق عليه، وخرجوا ليه رجال الدين كيقولوا تا هما الكلام اللي راك سمعتوه داكشي داكشي. دونك ليس الغاية هي ليس فعلا لإصلاح جذري، هي كلها حلول ترقيعية باش نسدو شوية الفوم هنا وهنا وهنا وهنا، ولكن كيبقى المضمون هو المضمون، ما كاين حتى شي شونجمون. إذا أنا كنعرض على خوتي خواتاتي المسلمين وغير المسلمين أنهم يجيو اللايف باش غادي نكون واحد النقاش اللي هو غني ونستافدوا تكون استفادة عامة للجميع، لأن حنا ما زدناش لقدام. شحال من واحد كيقول حنا ما زدناش، ما شنو درتو؟ وراه حتى مازال ما بغيتيش تفهم اخويا، شنو بغيتي ندير لك انا الغلط فيا؟ انا اللي كندير فهمتي؟ ولكن مادام انتوما ما بغيتوش تفهموا ودايرين دوك الكتلات ديال المظلمين مع المظلمين، الملحدين مع الملحدين، والمرحزقين مع المرحزقين، والاسلاميين مع الاسلاميين، عارف راه ما كاين والو يا وليدي، مازال هاتا ما مشيتش بعيد، العدل الاحسان ترطيتو حتى ترطيتو، ها؟ انتوما اللي فكيتو النظام من السقوط ديالو في 2011، وهو اليوم جالس كيطحن فيكم، ها؟ هو اليوم جالس كيخشي فيكم في الحباسات، علاش؟ لأن أنت مدلول، وباغي تبقى مدلول، ونهار يقولوا لك الناس ها الطريق اللي خصنا نتبعو كيف داروا سيادنا في أوروبا، هي كتجي تموت من أجل باش تجي لأوروبا، نو! ويقول لك لا احنا بغينا على منهج مات منهج ويخسروا لك كل شيء يا وليدي. علاش؟ اذا محمد السادس اليوم الى هو مرتاح مع راسه هو الغلط راه فينا حنا وقيل انا ما اظن. ما
غادي نجي نشوف واحد المستملحه، واحد المستملحه ديال الاخر تا هو جالس عليها. تا شوف 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 كيف جالس عليه بالقران، لا اله الا الله ما الا الله واشهد ما تشهدوا وانا راه ما شاهدت شي حاجه، ولكن صافي في البلاصه جاب الله سالات الهضره. انا مغربي، انا بو زعيطره. ها انت شوف شوف عليه ديك اللعبه ديال، ها شوف 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 لا اله الا الله لا اله الا الله. قال لي الاخرى بلاتي عليك انت والله ديالك، فهمتيني؟ انا والله الا كيبقى فيا الله اخويا، عرفتي علاش؟ لان انا ماشي ضد فكره الخوتي ديال انك تامن بالاله ولا سمش، ولكن راه كيبان لي الحمق في الدين واللي ما مسؤولش عليه الاله. اله الاله خليها خا بلاصتها، راه ما بنادم ورجال الدين وهذوك اللي كتبوا داك الشيء. جلس كل واحد كيكتب داك الشيء اللي بغاه على حساب الهوى ديالو، ويحلل فيه اللي بغاه ويحرم فيه اللي بغاه ويختي فيه اللي بغاه. والاحاديث 700000 حديث، حتى السيده صاحبي كاتب لكم 600000 حديث في واحد الفتره زمنيه ما كاينش كينعس كاع، فهمتيني؟ كل دقيقه ولا داك الشيء كيخرج حديث. ومن نقول لكم هذا خويا راه هذا الشيء خصو يتصلح، هذا الشيء خصو يحيد، راه هذا الشيء راه في صالحك انت الاول المسلم، باش ما تبقاش تلعب في الدين ودوي مع الحيط ودوي مع التلفزيون. نهار اللي جاوبك التلفزيون يقول لك فهمت، الاخرين غيفهموا. ما عليناش اخويا ندخلوا في موضوع، خلينا هذا الشيء حتى هو. ولكن غادي نبدا نناقشوا في الميزانيه، قانون الميزانيه، مشروع القانون الماليه الجديد تزاد ب 15%. هذه المساله هذه بعد ديال القانون الماليه، شكون اللي كيدير اصلا باش نهضروا عليه حتى هو؟ ماشي المجلس الوزاري هو اللي كيقرر هذا المشروع. المجلس الوزاري من يترأسه؟ ماشي الملك، بمعنى الملك هو اللي كيدير الميزانيه. وملي كيصيفط على البرلمان كيقول لك تم التصويت عليها باجماع ولا بالاغلبيه، لان عيقوا بالاجماع، لان بحال الانتخابات ديال 99% 100%. دابا ولات بالاغلبيه زعما كاين شي واحد ما غيصوتش على شي حاجه جايه من عند الملك. وكيناقشوها؟ لا ما كيناقشوهاش، صافي كيصفقوا عليها. وانت جلس حل فمك الضبع تتمشي عند الله بيان سور. دابا ندخلوا في هذا الموضوع خويا، رقم المعادلات ديال المعادن المدر يتخطى 41 مليار ديال من؟ المناجم. ها شي واحد غيقول لي كتقرا في جوجل، عاوتاني جوجل ما تجوجل، هذا باش تعرف الحمق ديال بنادم كيقول لك انت كتجيب ناتي من جوجل. وعلى هذيك المعلومات اللي كتخرجوا تقولوا انتوما الذهب ثروات تسيبي لي فني خدات ليكولي، ماشي من جوجل داك الشيء جاي. جوجل الناس راه كيديروا فيه بحث علمي، بحوث ديال الدكتوره كيحضرها من جوجل. يا كارا خصي تقرا، انا مزوق فيك، انا مزوق العار. لا ما سير وليت قبل ما تخرج واحد الكلمه من فمك ولي صاحبي كتعرف اش كتقول على 700000 حاجه، حتى الجرائد براسها على مالها، ماشي كتمشي تجبد المصادر من جوجل، ما كتمشيش تشوف جرائد اخرى ديال دول اخرى شنو قالت، منين كتجبدها؟ ماشي من جوجل. ما عرفت اخويا هادشي ديالكم انتم، راه في شي شكل زعما والله كلشي يكون كتعاونونا بالسكوت. وتا هادي ما يقدش يديرها بنادم، علاش خصو بنادم يبان طا طا انا العليا ما عرفت شنو وشنو في الاخر؟ لا الاخر ما كاين حتى شي حاجه، بحال الاخر تا الاخر تا هو جالس عليهم. انا كنصح الملك انه ما يمشيش يقتل راسو، يا خويا بقى فيك. علاش؟ لان الله لا يحب هذوك اللي كيقتلوا اليوسف. وباش تيش الناس اللي طاري فيهم اللي طاري، والجرائم اللي طاريه، داكشي كله مشى ضربتيه في الزيرو. ورد الفلوس، رد الفلوس، عمرك ما شفتو شي صفار شي ديكتاتور رد الفلوس؟ بن علي ملي كان غادي هربان رد الفلوس، فاش قال لهم فهمتكم قال لهم غنرد لكم الفلوس. ما نعرف اخويا انا هذا العقل، انا وليت عاد وليت كنفهم، ما نكذبش عليك. علاش الشناوة ولاد الحرام لعنة الله عليهم ملي قراو الاسلام وفهموا العقلية ديال المسلم قال لك هذا راه مرض عقلي، راه بصح سيدي راه ماشي تفريا، ها ماشي تفريا، ها الناس راه مرض، المغاربة راه مسطين ماو امراض كثيرة صاحبي. من انا الاول وجبت باش ما بقاش فيك الحال اخويا، تقول تاع زعما تاع زعما كدوي لينا تاع تاع
تول ما نعرف شنو انت، انا بحالك انا هو اول واحد في اللائحه. يلا باش تلقى لي على خاطرك. لا لو عسد فهمت انا اجي تشوفوا سيدي خويا هادشي. قال لك حققت شركه معادن ايميدر رقم معاملات قدره 419 مليون درهم. هادشي راه في 6 شهور الاولى ديال هاد العام. ها الهضره اللي كنت نقول لك بشحال هادي، ان لا برودكسيون راه دوبلوها وتريبلوها ولات 24/24. علاش؟ انه ولاو كيسرقوا، عرفوا القضيه حامضه ولاو خاصهم يسرقوا الماكسيموم بوسيبل اللي يمكن لهم ياك. اي 41 مليار و 900 مليون سنتيم عندما تم يونيو الماضي، هادشي حتى اليونيو الشهور الاولى، ها بزياده نسبتها 41% مقارنه بالفتره ذاتها. يعني الا مشاو على هذا الريتم زياده ديال 82% في العام. دوبلوها لا بروديكسيون ديال من مناجم ديال الملك خوتو والعائله ديالو. شكون فاهمين متفقين معايا واحد الساعه ولا لا؟ ياك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأشارت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية للنصف الأول من السنة الجارية إلى أن هذا التطور يؤدي إلى ارتفاع إنتاج الفضة بنسبة 12% تحت تأثير تحسن إنتاج المنجم تحت أراضي ودخول المقلع حيز الإنتاج. وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق كذلك بارتفاع نسبة 16% من سرع البيع المتوسط، بمعنى الفضة تزادت في الثمن وحتى الدوفيز تحت الدرهم بيان سور طاح والدولار طلع. يعني هذا الشيء كله كيجيب فوائد أكثر من الفوائد اللي هو ديجا راها انتجها. فهمتيني؟ ما عليناش فين خليناها اي بالراس. والزياده بالنسبه 10% في صرف زوج العملات الدولار والدرهم، حتى الدولار زاد تقريبا 10% مقارنه مع الدرهم، وهذا في صالح محمد السادس. علاش؟ لانه غادي يدخلوا عمله ما كيهمش الدرهم بابا يطيح القيمه ديالو تمشي. هادشي الوطنيه، ها فين كتبان الوطنيه سي محمد؟ وفيما يخص الاستثمار، الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغت 117 مليون درهم، منها 36% تم تخصيصها لبرنامج البحث والاستكشاف، لأن هما مازال كيبحثوا ما حدهم وما كيلقاو، وإلا كيخصوا واحد العدد منه باش يعاودوا يقلبوا في بلايص أخرى، لأن المغرب هو كله تراوات. وهاد الهضرة قلتها شحال مرة، وهادي سنين وانا كنقولها وكنكرر فيها ونعاود فيها، راه ما كاينش المنطقة في المغرب اللي ما فيهاش شي حاجة. إلا ما كاين الذهب، كاين الديامون، كاين المناجم الأخرى، كاين الغاز، كاين البترول، كاين كل من هي حاجة صاحبي. الثروات اللي عند المغرب ما عندش السعودية، ما عندش هذوك الدول اللي هي الإمارات وإلى آخره، ولكن هادشي شكون كيديه؟ كدي العائله الملكيه وانت سير جلس طبل لهم وقول لهم عاشا ما تعاشا. وانت الا دوا شي واحد ومشى للحبس على ودك اقول ليه حتى انت اللي بغيتي تدوي وانت اللي بغيتي تحل فماك اش داك تدوي، وسير دبر لك على الميمه شوف لك الميمه حضيها تدير الفلوس وتحاز ليها باش تعطيك الفليسات وعندك تنوض شي نهار تدوي على حقك. هي الاستكشاف. اما صافي الديون بلغ ناقص 78 طن در مليون درهم، 78 مليون درهم بانخفاض قدره 13 مليون درهم مقارنة مع ما تم السنة الماضية. شتي انت خويا ايميدر مناجم من جوجل هما يعترفون. نزيدك مازال باش ما تقولش لي انت منين تجي جبتي هذا الشيء، انت هاك تنوض على الصباح اصاحبي كتمشي كتمشي تجيب لينا شي حاجة الارقام ما نعرف مين. واش غادي نقول لك؟ هنا بالكيران قال لك العبث بالانتخابات يجب ان يتوقف والدوله عليها احترام قواعد اللعبه. هاد الهضره قالها بالكيران في 2011، هو كيعاود يقولها في 2022. كيوجد راسو عاوتاني انتخابات. الا حضرتوا واحد الفيديو ديال ها يا صاحب الجلاله ها الشعب المغربي ما بقاش باغي يمتلئ الهمه والمجيدي ولقى اللوائح الانتخابيه شحال قلنا ماشي مشكل، ولكن هاد اللوائح اللي غادي تجي
خاصها تكون كذا وكذا وكذا وكذا. ها هي نفس الهضره كيتعادوا كان التاريخ يكرروا نفسه. والمغاربه عندهم واحد العقول اللي هي بسكينه دغيا كينساو. ما عرفتش اخويا داك الفلويورين ولا داك الشيء اللي كيشربوه في لا فلويور في الماء كيخليها الضبعه مضبعه وعاد الحشيش والقرقوبي وشي لاخر غبره والمسائل اخرى كتزيد تكمل ليه الباهيه والدين والكره حاتي داك الشيء حتى هو راه داخل في سميتها. قال عبد الاله بن كريان الامين العام للحزب العدوي ان العبث في الانتخابات يجب ان يتوقف، بمعنى هو يعترف بالعبث في الانتخابات عباد الله. وشنو داخل اللي دير حتى؟ لانه اذا كانت هذه الاساليب في فتره معينه متفهمه وربما كانت مطلوبه، بمعنى العبث كانت كنتفهموا العبث شحال هذه وكان مطلوب العبث شحال هذه. اذا شنو الفرق ما بين البارح واليوم؟ خلي العبث مازال انه مطلوب. ها هو جاب صاحبي تا صاحبي راه ما الناس راه ما، ولكن المشكل ماشي في هاد الناس، المشكل في هذاك اللي كيسمع بحال هاد الهضره ومازال ما بغاش يفيق، مازال ما عارف شنو كي فهمتي. امثال المهداوي، المهداوي تا صاحبي سنين تتغوت تا صاحبي على الفساد، و تا داك الملك ديالك ما شفتو ما 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 عمرو ما دار، ما كيجيبش الانترنت، ما عندوش انترنت، بصح حرك شي ميل في دوك الملفات. ما دور الملك السي المهداوي يكبر رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء؟ وشتنا هاد الرئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد كاع ما كاين العام كامل، هو كاع ما كاين، كيجي تا هو ايميغري يشوفنا، كيشوف المغاربة في المغرب ويكيش الثروات يديهم اليوم كيقول لهم بالسلامة أنا غادي لفرنسا، في الوقيتة اللي تا واحد ما كيمشي لفرنسا، بمعنى إذا عنده الجنسية الفرنسية هو هو سيت فرونسي على هذا الحساب، لان الا كانت الفيزا ما كيتعطاش للمسؤولين الكبار في الدوله ولا واحد من فرنسا، والملك في فرنسا حيت ما عندوش النفس مدلول. اقول لنا بعدا واش بزعيط راه باقي ساكنين في القصر السي الملك ولا واش حتى هما نخلصوا عليهم؟ وتصور معايا دابا اغنى رجل في المغرب كيخلص عليه افقر انسان في المغرب، كيخلصوا عليك الماكلة والشراب والنعاس والعساسة، وانت كدير لهم في الثروات. حنا شفنا ايمي هضر مثلا، هذا هذه راه نقطة في واد من الفساد، اما انت راه داير لهم ميسا ما مخلي لهم حتى شي حاجة صاحبي. ها وكيقولوا لك عاش من الفوق يطبلوا لك، ما كتحشمش محمد السادس يصرف عليك واحد كيموت على ود الطحين، كيصرف عليك واحد ما لاقيش حتى ما ياكل، كيصرفوا عليك المغاربه اللي الطبقه الكادحه كتجي تحيد لهم الاراضي ديالهم وتحولهم من دوك البلايص وتبني فيها وتاخذ الارض كتكون كتسوى 4 مليون و5 المتر مربع كتاخذ حتى 10 دراهم حتى 30 درهم وتبني فيها المشاريع ديالك وبسي نورمال غادي دير لاباس، وولدك حتى هو يدير لاباس، وبنتك دير لاباس، اختك دير لاباس، وجدك دير لاباس، وراجل امك يدير لاباس، وبوزعيط راه تا هو دير لك المكانه ديال 200 مليون تا هو يدير لاباس. بوزعيط راه اللي كي نسيبكم العياشه، راجل الملك ديالكم فهمتي، تا هو دير المكانه ديال سميتو ديال 200 مليون، وباه تا هو كذلك، وباه يود الفوق هو كيود لتحت. واش باقيين ساكنين في القصور ديال اللي كيملكها الشعب المغربي؟ واش حنا كنصرفوا ماشي غير عليك ا محمد السادس، كنصرفوا حتى على الزلاله ديالك؟ ها ويلا دويتي تمشي للحبس، ويلا دوا شي واحد اجي الحموشي خشي جلسي مع على قرعه. ها والحموشي ديالكم شفتو كاع ما مشى لقطر، شي وحدين كازي كيسولوني ازهر لي كتاش فين المنتخب؟ ما منتخب حتى اين منتخب مغربي تجيب ليا ولاد لي زيميغري؟ هذوك راه ماشي مغاربه، ما بقاوش مغاربه، كابرين برا تفرع على برا، كلشي على برا، كتجيبهم تعطيهم العاقه تقول لهم اجيو يلعبوا باسم المغرب. هيوم اللي كيساليو بسلامه، كيف يوم اللي ما كيدويش نفس اللغه، هذا ما نعرف برتغالي ولا اخر. ها كنت
وعلاش وعلاش دوك الانديه ديالكم ما استطاعوش انهم يخرجوا يعني يعني باش عارف الملايير كتخسر في الاخوان الخاوي باش يوم ملي كتكون شي حاجه في بلاصه اللي راه الملك كيهنئهم هيو كيهني الاسمي هذيك ساعه كيسق الاخبار شي كيسق شي الاخبار وكيسق الاخبار ملي كيقولها ليه مخو فهمتي علاش لان تبقى الكره موظفينها وسيله للاستقلاق والاستحمام بقى تابع الكره كديروا تخرجوا ديروا شي فوضى على ربحنا ما انت شربحتي انت ما عندك حتى حقوق ما عندكش ابسط متطلبات الحياه وما عندكش باش تكون يا عباد الله تنخير فيكم كيتمشي هربان من بلادو لبلادات الناس يبدا يسجد ويركع يوصل لعند الكفار مشكلة يا خويا مع الناس قلت لأنه إذا كان ربما كانت مطلوبة الفساد كان مطلوب فتحل. فإن هذا الأمر يجب اليوم أن ينتهي نفس الهضرة اللي كنت كتقولها من كيران في 2011 يا دي نفس الهضرة وينتهي أن قواعد اللعبة يجب أن تحترم من طرف الجميع وفي مقدماتهم الدولة بمعنى هنا يعترف أن الدولة لا تعترف بسميتو انتخابات كلها مزورة كينجحوا اللي بغاو وحتى شي واحد ما كيحترم قواعد اللعبه حنا كنعرفوا يعني داك مجلس النواب داك لوطاي اللي كيمشيو ينعسوا فيه وتخلصوا حتى هما الزباله ديال الفلوس حنا دابا نجيو لها حتى هي في الميزانيه هما لا يقلوا والو حتى حاجه كيدير خدمته لا هو ديكور ديكور كنحتاجوه كنقولوا مزادو ما سرقوا ديروا فعلوا اللي بغيتو احنا ملي غنصيفطوا لكم واحد المشروع صافي كلشي يدير لي طا 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 وصفق عليه يا حليلي يا حليلي صافي انت تمشي عند الله واضاف ابن كيران ان خلال كلمه له خلال اجتماع الاعضاء الامانه العامه للحزب نهايه الاسبوع المنصرم ان حزب العداله والتعميه لا خيار له خير القيام بدوره في ظل تموجات الوضع بالمغرب لان هذا هو لافوكا دو ديابل فهمتيني يعني هما كلهم يتكالبون على الشعب المغربي لحمايه الملكيه لا لا واسا يتعطاهم مناصب و 9 مليون اللي كياخذوا واخا كياخذها هكاك ها واش قولي قولي شي دوله خويا طاري فيها هادشي اللي طاري فيك انت في المغرب وفين هو الزومبي الزومبي ما كاينش في العالم الزومبي واخا كيخرج كاع للخارج يعيش 50 عام بابا في الخارج كيبقى الزومبي ما كاينش الهضره اي ودوا لي الكاسه تمول ليكم في الاضرحه وسميتو حتى هما وسميتو على مالهم هذوك ماشي فلوس فلوسنا تصور معايا دابا فلوس المغاربه كيتمول بهم بالزوايا والاضرحه وسميتو السحور وداك الشيء ديال ولا الاميرة وفرسو معزة راكم شوفوا اللايف كيفاش فرسكو القضية داروا ليها وسميتو داك الشيء كتنظموا الدولة وبالقيادات وبالمسؤولين ديال الدولة تمشي تبغي مثلا شي ورقة داك النهار كتلقى ما كاين لا قايد لا حتى شي حاجة ما كاينش لي سيني كاع علاش هما مشغولين مع الموسم سير تيسالي الموسم واجي اخر خلينا تحيا من داك الشيء تقاليد وعادات فهمتيني تراث تراث قال لك خصنا نحافظوا عليه نحافظوا على تراث ديال ناكلوا الشوك ناكلوا ونخسروا عليه الفلوس هذا الشيء من فلوسنا المصريين نديروا لهم مدارس فين يقراوا نديروا لهم السبيطارات فين يداووا نصبوا لهم الطرقان منين يدوزوا لا نقولوا لهم سيروا لوحوا السليبات ديالكم في الشوارع سيروا ديروا سيروا تحيروا فهمتيني واحد الحمق اديه سنسلو سنسلو دير لي سنسلو في بوه عمر في بوهم عمر شتي يا خويا انت عندك تدوانه بزوك فيك انت تمشي عند الله راه الله كاش كيتسنى فيك هادشي غايقول لك هاك انا كون جيتي عند نعم عليا انا كون زدتي اخويا من دابا انا مزوك فيك باش اخويا مزحم معانا في هاد الدنيا ياك الله في الجنه موعدك ما نعرف شنو الحور العين ودرياتها وداك الشيء فاش كان ولابواط والويدان ديال الخمر وداك الشيء واش كدير معايا هنا انا ما كاين والو هنا ودي ودي أشار أنه كان هناك اليوم من يريد الاستفراد والهيمنة فلا خيار للحزب إلا مقاومته بالسياسة والقانون مبرزة للاستسلام صافي بارك الله خمنا هاد التخابيخ أنت باش نعطيك فكرة وداك الشيء
غدا نهضروا على هذه الشركه حتى هي اللي حتى هي لقات عاوتاني معادن اخرى. وانت عندك تمشي الدنيا نمزوك فيك. تحياتي لكم الخوت والى الفيديو المقبل. واش غادي نقول لك اللي قال لك لا تقول ليه سير خاسر. معكم مبروك.